لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم الحباب. الشاب جليل الحنين قالوا لنا ضروك اللوطو اللي كان فيها اضطرت كتب الغاز وهو راه مسكين قاع محروق وكل شيء، طلبوا له ربي باسكو هذاك مع السكري ولد بلادنا وجزائري وكاع نضامنوا معاه مسكين، طلبوا له ربي شافيه لوليداته وللعائله تاعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتشرت أخبار كتير جدا تفيد بوفاة الشاب جليل الحنين بعد تعرضه لحادث سير مدبوع بانفجار قارورة غاز داخل سيارته مما أدى إلى احتراق جسمه كاملا حسب ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، ولكن لحد هذه اللحظة لا نعرف إذا كان الخبر صحيح أم لا. لو كان ما زال حيا أطلب منكم تدعوله بالشفاء العاجل والهداية والرجوع إلى الله، لأن هذه رسالة من الله حتى يتوب ويرجع إليه هو وأمثاله المغنيين. الشاب جليل ويلقب كذلك بجليل الحنين، وهو الاسم الذي أطلقه عليه محبوه بسبب كثرة أغانيه عن زوجته الجابونية. الشاب جليل هو مغني جزائري في طابع الراي، ويشتهر بأغنية راني نعشق خلوني ونعطيكم إبيزة ومريولة حلفت فيا وأنا لا أدوخ وأغاني جميلة أخرى، حيث أبدع الشاب جليل في صوته خاصة بعد تعاونه مع ألمع الموسيقيين في الجزائر من أمثال هشام السماتي والحبيب هيمون والزقزوقي، حيث أعطوه لمسة خاصة به وجعل الكثير من المغنيين الآخرين يعيدون أغانيه. البويرة قتيل وأربع جرحى كحصيلة أولية في حادث مرور خطير. هذا الحادث الذي كان فيه الشاب جليل لقى شخص حتفه، فيما أصيب أربع آخرون كحصيلة أولية في حادث مرور بولاية البويرة. حسب بيان مصالح الحماية المدنية فأن الحادث وقع على مستوى الطريق السيار شرق غربي اتجاه الجزائر بالحناش بلدية الجباحية ودائرة القدرية. وأوضح المصدر نفسه أن الحادث تمثل في انقلاب شاحنتين واحتراق أحدهما مع اصطدامهم بسيارتان، وقد خلف الحادث في وفاة شخص وإصابة أربع أشخاص بجروح مختلفة. الله يرحم الشخص اللي بتوفي ويشفي المصابين إن شاء الله خير. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.